عندنا حكاية غريبة وعجيبة من جروب على الفيسبوك اسمه سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم. اللي عاملين الجروب ده حاطين أرقام تليفونات للتواصل مع الراغبين في تغيير العملات أو شراء أي مستلزمات أخرى. في مواطن اسمه عبد الله دخل بحسن نية وكتب إنه عايز يشتري مستلزمات زراعية وحدد كل طلباته، ودخل عليه واحد تاني عامل صفحة باسم يا رب الهداية قبل النهاية، وفجأة الراجل ده لقى روحه منصوب عليه في محافظة الأقصر، ودخل في حكاية غريبة جدا. تعالوا نسمعها من عبد الله نفسه. عبد الله ازيك؟ السلام عليكم. الله. ايه الحكاية عبد الله؟ نصبوا عليك ازاي؟ هما كانوا عاملين عرض سعر كويس لدولار مستلزمات زراعية انا كنت محتاجها. ايوه. قلت خلاص انا كده كنت رايح اصلا في ارمنت في مزرعة انا كنت رايحها. فقالوا خلاص انت في طريقنا عدي علينا في قنا. فقلت لهم خلاص ماشي هننزل. نزلت قال لي خد تاكسي وتعالى لنا. طيب. وبعدين خدني بعربيه ثانيه عشان نقابل الناس، تعالى عشان تشوف الحاجه في البيت طمن عليها ان هي مظبوطه. رحت لقيت حاجه سليمه كويسه سعر كويس. فقلت لهم ماشي خلاص انا هاخد دلوقتي وهسيب لك 50,000 حالا دلوقتي. قالوا لي ماشي معاك ارجون تدفع. قلت لهم معايا 50,000. قال لي طب هاتها. وراح واخدها ورحت سحبتهم في البنك بالعربيه. يعني خدتهم بعربيه عشان نروح نسحب 254,000 ثانيين ناخد الحاجه اللي هي 304. فقالوا لي طيب. وانا راجع بقى عليهم ابتدوا ان هم يظهروا سلاح طبنجتين بعد ما عدوا الفلوس بتاعتهم كامله. واحنا كنا راجعين في عربيه ربع نقل بيقول لي عشان نامن بدل ما تمشي لوحدك. قلت لهم ماشي. وبعدين طلعوا السلاح طبنجتين وجوهم ناحيه بطني. والوسيط اللي هو كان معرفني عليهم اللي هو خالد ده اللي هو صاحب صفحه يا رب الهدايه قبل النهايه اللي هو قفلنا من حوالي اسبوع، قال لي ورقمه لحد دلوقتي لسه شغال. قال لي انا دلوقتي معايا مشتري مننا سلاح ولا بتاع تاخد ده ولا ده؟ قلت له لا انا مش هاخد سلاح خالص، انا ماليش في السلاح ولا الحاجه، انا جاي عشان اشتري ايه مستلزمات زراعيه او دولار ده او ده. يعني الجدع بتاع الهدايا قبل النهايه ده كمان طلع نصاب ولا طلع كويس؟ وسيط معاهم ظاهر في دور الوسيط لكن هو نصاب معاهم. بركه الحاج نادي يعني. كويس. هم مجموعه مع بعض. وخدوا منك كام الاجمالي المبلغ اللي نصب عليك فيه؟ اجمالي 304 مني انا شخصيا. وايه اللي يخليك تعمل كده؟ ما تروح الصرافه يا عبد الله. هو بعيدا عن كده انا لما رحت هناك لقيت ان رحت عملت محضر في الاسم عند محضر اسم الجورنه كان المقدم عبد الرحمن بيه موسى. سالت عليه قالوا اول واحد قابلني هناك كان النقيب شوقي شعبان، وبصراحه كان متعاون واداني صور الناس واتعرفت على صور ناس هناك. وللاسف للاسف يعني لقيت ان الموضوع ده منتشر جدا هناك والناس مش ملاحقين على المحاضر، يعني في النيابه وفي المباحث كل يوم والتاني محضرين ثلاثه. رحت اسم تاني عشان اتعرف على صور ثانيه اسم نجاده جنبهم بالظبط عشان الناس في المنطقه في النص قلت يمكن هنا او هنا. فلما رحت الاسم التاني كان محمد بالخبير رئيس المباحث وراني الصور برضه هناك وقال لي انا من شهر 8 لحد دلوقتي قابض على حوالي 14 15 واحد وبرضه في ملايين. يعني قال لي اخر واحد ده محبوس في مليون ونص او مليون وربع حاجه زي كده. وانا هناك عرفت ان يعني بتوع امن الدوله كلموني قالوا لي اكثر من ثلاث اربع حالات برضه داخلين في 150,000 و200 ومليون ومليون وربع ومليون 700,000 كل ده في حوالي 15 20 يوم. النصابين هناك شغالين. طب يعني استنى خليك معانا عبد الله. في كمان معانا ضحيه ثانيه اسمه كمال. كمال حسين ازيك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. انت كويس؟ الحمد لله. لا اقفل التلفزيون او وطيه يا استاذ كمال. وطيته؟ ماشي. وطيته؟ ايوه وطيته. طيب احكي لنا ايه قصتك؟ اتفضل. قصتنا ان في واحد وطيت يعتبر اثنين وسطة. انت منين الاول بس؟ انا من الجيزه. يعني واحد في الاقصر نصب عليه والتاني في الجيزه مش كده؟ لا اللي هو الشيخ عبد الله بردك ده من هنا تقريبا من المنصوره والحاجات من دي اللي لسه كان بيتكلم. العصابه هي اللي وهل هي العصابه بتاعت الشيخ عبد الله؟ هي العصابه كلها في الاقصر. العصابه في الاقصر. اتصلوا على اساس ان هو ايه قالوا يا عم ده في ناس لقيت حاجه ومعاهم مثلا 450,000 دولار مبلغ يعني. بناء على كده قالوا طب يا عم طب ما تيجي يا عم احنا نغيرك. كان ابن عمتي انا موظف في البنك امني في البنك يعني في البنك الاهلي. كويس. بناء على كده يبقى قالوا لا يا عم عايزين طب احنا عايزين نطمئن ليكوا يعني مثلا عشان ازاي هنروح البنك ازاي ما نعرفش احنا ما لناش في البنك ولا اي حاجه خالص احنا ما نروحش في اي بنك. تعالوا يا عم انت غير مثلا ب يعني مثلا تعالوا تامين لنا مثلا يعني غيروا مثلا 20,000 ولا حاجه زي كده على اساس ان احنا نطمئن ليكوا. وبعد كده بناء على كده واحد هيروح معاكوا ايه البنك
وتغيروا له. احنا قلنا يا عم ايه نغيرك اللي انت عايزه في البنك، البنك مش حلال ولا حرام يعني. قال لا احنا ايه هنغير اقل 3 4 جنيه. وبعدين اول مره يعني التامين يعني لما نطمئن لكم هروح معاكم ايه بفلوس البنك. كويس. بناء عن كده بقى رحنا الاقصر وجيهم ناس اللي يعتبر اللي هو الوسيط، اتنين وسيط، واحد اسمه محمد عبد الكريم وواحد اسمه مصطفى وشهير بالصدام. راحوا خدونا في ميكروباص مخصوص رايح لودونا لغايه بيت قديم. انت نصب عليك في كام يا كمال؟ ب 220,000. يعني معانا واحد ب 300 وشويه واحد ب 200 وشويه. طب خليك معانا بقى، خليك معانا برضه عشان بقى هو كده ادونا 100,000 عشان ادونا 100,000 عشان اتنزل على المحضر، وباقي عندهم 120,000 جنيه. يعني انت نزلت على المحضر مقابل 100؟ ما ده غلط. هددوك بالقتل ولا بايه؟ كان معاهم ابن عمتي بقى. ابن عمتك قتل قتله؟ لا كان معاهم ابن عمتي، ابن عمتي انا كان معايا في الموضوع ده. يعني هم كانوا واخدينه رهينه يعني. ايوه. طيب خليك معانا، خليك معايا دقيقه واحده ما تقفلش. الاستاذ وليد عبد المقصود استشاري امن المعلومات. استاذ وليد ازاي حضرتك؟ يا اهلا بيك يا تامر بيه. ايه اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده يا فندم؟ والله القضيه اللي معاك النهارده دي قضيه نصب الكتروني. نصب الكتروني يعني نصب عن طريق استخدام ادوات التكنولوجيا، وبطلها في قضيتك النهارده السوشيال ميديا. وليكن الفيسبوك. وسائل التواصل الاجتماعي يعني. وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي الخراب الاجتماعي وخراب البيوت يعني، مع احترامي ليك. الله كمال اللي مع حضرتك مئات من الناس ممكن يكونوا ضحايا الجروب اللي حضرتك قلت عليه دلوقتي، وجروب اللي هو الملتقى اللي بيفرض نفسه على السوشيال ميديا اللي بيجتمع فيه المهتم بالشيء. نعم. الجروب عنوانه ايه؟ ايوه. سعر الدولار والعملات الاجنبيه في السوق السوداء او السوق السوداء. خلاص هو فرض نفسه، فاللي بيدور على او بيعمل سيرش او بحث على السوشيال ميديا على الفيسبوك فيروح برجليه، فاذا كان عبد الله او كمال او ايا كان الاسماء اللي موجوده ومطروحه فهو راح برجليه عند النصابين. نعم. وده اخطر انواع النصب انك تروح برجلك. تمام. فاحنا لما نيجي نحلل الموضوع بحكم تخصصنا ده مسرح الجريمه. يعني انت لما تلاقي حرامي سيارات او كده تروح رئيس المباحث ممكن يشتبه في اشخاص معينين مسجلين بصورهم بوصف معين، لكن السوشيال ميديا اداه خطيره بنقولها لكل مشاهد ان خلي بالك بقى اسمع مسرح الجريمه دلوقتي هيتم الضبط القضايا ازاي؟ او انت هتقبض عليه ازاي؟ اول حاجه لو الاكونت او الحساب الشخصي اللي هو طرف رقم واحد اتكلم مع عبد الله او مع كمال وما زال مفتوح وشغال اكتف، المباحث اللي هي المتخصصه مباحث الانترنت في وزاره الداخليه تقدر بالتقنيات الحديثه ان هي تتوصل للمجرم. طيب هسال حضرتك سؤال. اتفضل. كيفيه ملاحقه النصابين دول ازاي؟ انت دلوقتي القضيه اللي مع حضرتك تحديدا فيها رقم تليفون، يعني رقم 010 او 011 او 012، اذا الرقم محلي يبقى بيخضع لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعني عن طريق التليفون. طيب التليفون المحمول. تنصح المواطنين بايه عشان نحميهم من النصب؟ لا احنا ننصحهم ان احنا للاسف في شريحه مجتمعيه عندها اضمحلال او تدني في الثقافه التكنولوجيه، هي بتدخل بس على الفيسبوك اللي هو موقع التواصل الاجتماعي ما تعرفش يعني ايه منشن او تاج او غيره. احنا شهر فبراير في 2017 يشهد انتشار الاعلانات الترويجيه، بيشهد فوضى لكن مش سياسيه. لا احنا 2016 كان بنشهد فوضى سياسيه، لا فوضى سوشيال ميديا، لكن 2017 وابتداء من شهر فبراير هتلاقي في ترويج للمجموعات او الجروبات الجروبس لترويج الدولار عشان ينافس. هقول لك ملحوظه صغيره، لما تروح البنك بتاخد 500 الى 1000 دولار ده الحد المسموح، لو رحت صرافه تاخد 1500 دولار، لكن في الجروب لا، في عندك مجموعه وتقديرا 182,000 واحد بيتحكموا في السوق. عفوا عفوا يا استاذ وليد. الان الكلام لعبد الله والاخ كمال، الان وزاره الداخليه تواصلت معانا داخل الكنترول روم وبتفحص هذه البلاغات بشكل جدي وهيردوا علينا. نتمنى ان هم يوصلوا للعصابه ونكون يعني احنا الاداه اللي جابت لكم حقكم باذن الله. اتفضل يا استاذ وليد. تمام. فاحنا دلوقتي هو لازم يعمل بلاغ، يعني ما يخافش ولا يروح مثلا يروح من استشاره عند واحد صديق، لا لازم يتوجه لوزاره الداخليه. بناء عليه
بيفحص الاكونت بتاعه على جهاز الشرطه او في الداخليه، بيشوف الاي بي ادرس والحاجات دي. الاي بي ادرس ده من خلال الاكونت اللي هو الحساب الشخصي. أي. لكن اهميه وجود الرقم الموبايل في قضايا النصب الالكتروني في تداول العمله تحديدا، مش ابتزاز اصلا الكتروني، هو مش ابتزاز ده نصب. ليه؟ لان بيقول لك احنا نتبادل العمله داخل البنك، دي حاله من الحالات. الحاله الثانيه يقول لك ان في ليا ارض على الطريق الصحراوي، الارض دي تم تخصيصها ليا، تعالى ناكل عيش وملح. انا بقول لك كلام دارج في القضايا، يعني نقول للمشاهدين خلي بالكم من اللي انا بقوله، ما تروحش تروح تاكل عيش وملح على الطريق الصحراوي وتبدل العمله هناك، ولا تروح تقعد في البنك وتغير العمله بفرق جنيه زياده، لا ده سوق سودا بس من نوع خاص في العالم الرقمي اللي هو السوشيال ميديا. نعم نعم استاذ نعم. وليد عبد المقصود استشاري امن المعلومات، بشكر حضرتك للغايه. استاذ كمال، استاذ عبد الله، بشكركم ونحن معكم، وان شاء الله الداخليه هترد علينا قريبا.